بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن يحلو الكلام، لا ننسى الصلاة والسلام على خير الأنام. أخوات الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في فيديو جديد إن شاء الله، وحديث من أحاديث نووي. بسم الله على بركة الله، نبدأ إن شاء الله اليوم. فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فضل ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحديث الثالث عن فضل الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. هذه الأحاديث تاع اليوم إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا ذنوبنا، ويتقبل منا دعاءنا. آمين. اللهم احفظنا واحفظ والدينا وارحم والدينا، واحفظ أخواننا وأخواتنا في كل مكان وفي كل زمان. ونخليكم على خير، وغدوة إن شاء الله مع حديث جديد إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويصلح أعمالنا ويتقبل منا دعاءنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.